استقبلت المستشارة بالسفارة البلجيكية بالعاصمة الرباط كاثرين رايمايكيريس مساء الثلاثاء 2 مارس 2021 وفدا عن منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، حيث تداول الطرفين في موضوع الرسالة التي سبق أن وجهها رئيس المنظمة الأمازيغية إلى السفير البلجيكي في وقت سابق والمتعلقة بتدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية ببلجيكا، وكذا ما يتعلق بكتابة واجهات السفارة والبعثات البلجيكية في المغرب باللغة الأمازيغية. وتطرق رئيس التجمع العالمي الأمازيغي رشيد الراخا إلى الاتفاقيات التي توقعها الدولة المغربية مع الدول الأوروبية والمتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المهاجرين المغاربة. في المقابل تتجاهل بشكل كلي الأمازيغية بالرغم من أنها لغة رسمية للدولة، وهو ما أكده الكاتب العام للتجمع العالمي الأمازيغي محمد بيهمين، والذي تطرق بدوره لأهمية التعدد اللغوي والثقافي والاهتمام باللغة الأمازيغية باعتبارها اللغة الأم للمغاربة. وتفاعلا مع مداخلات أعضاء الهيئة الأمازيغية، أكدت المستشارة كاثرين أن القنصلية الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا للمملكة البلجيكية بالرباط ستتضمن اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ ضمن اللغات التي ستكتب بها لوحات اللافتات الخاصة بها. وقالت كاثرين إن موضوع إدماج الأمازيغية في المناهج التعليمية في الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بتدريس الأمازيغية لأبناء المهاجرين في مملكة بلجيكا يجب أن يوجه إلى الحكومات الجهوية للمملكة البلجيكية باعتبارها دولة فيدرالية. يذكر أن السفير البلجيكي بالرباط مارك تيرينتسو تفاعل مع رسالة عدد من التنظيمات والإثارات الأمازيغية التي على رأسها التجمع العالمي الأمازيغي والمتعلقة بالحقوق الأمازيغية، وخصوصا ما يتعلق بكتابة واجهات السفارة البلجيكية باللغة الأمازيغية والاهتمام بالتعدد اللغوي والثقافي الذي يتميز به المغرب في صلب هذه التعدد. وفي صلب هذا التعدد القضية الأمازيغية. وعبر السفير ترينيتسو عن تفاعله الإيجابي مع رسالة التي بعثها منسق الإطارات الأمازيغية المذكورة رشيد الراخا، وقال في هذا الصدد: إن صب اهتمامي الكامل برسالتكم الإلكترونية التي تحمل تاريخ 10 ديسمبر 2020 حيث كونت فكرة شاملة حول توصياتكم المتعلقة بالحقوق الأمازيغية خاصة بعد دخول القانون التنظيمي رقم 2616 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا أمازيغ تيوب التي تعنى بكل ما هو جديد في الساحة الإخبارية محليا ووطنيا ودوليا وبالثقافة الأمازيغية وآخر أخبارها. فتفضلوا بالبقاء معنا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا.